الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده مع برنامج رواد الاعمال. كما عودناكم في كل حلقه، معنا اليوم الاستاذ محمد وشريكه الاستاذ عبد الله من جولد تشينو كافيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بدايه شكرا جزيلا لتواجدكم معنا في البرنامج، ونتمنى تعرفون المزيد عنكم وعن بداياتكم مع البزنس. انا اسمي محمد السيد، 28 سنه، بواليد ام القوين. احنا شغالين، انا شغال في شركه عقارات كمدير بالصيانه. حبينا ان احنا نعمل فكره او مشروع، اوكي، ومعايا شريكي عبد الله، حابب ان هو يعرف عن نفسه برضه. اسمي محمد عبد الله، عندي 33 سنه، بقالي 4 سنين في الامارات، شغال في شركه فيوتشر فود. يعني كان عندي خبرة برضه في موضوع كافيهات المطاعم والكلام ده، وان شاء الله يعني ربنا يباركنا في المطعم ده، وان شاء الله ربنا يكرمنا. طيب شباب، ممكن تكون مزيد عن انواع السويتس وانواع الدرينكس اللي بتقدموها بالكافيه، وشو اللي يميزها عن باقي الكافيهات الثانيه؟ اوكي، الدرينكس خلي عبد الله يبدا بيها. حضرتك عندنا الكوفي، في فلتر كوفي، في 60 وكيميكس وكولد برو، وفي في هوت اسبانيش، في كافيتشينو، في جولد تشينو، اسم المكان ذات نفسه بالذهب. وهي بس عندنا الميزه اللي عندنا اللي هي كلها كوفيات عندنا بتبقى مثلا بالجرام، مش مثلا كوفي بيتعمل واللبن وخلاص، لا بيتعمل بالجرامات كلها. بتميزها عن الكافيهات الثانيه اللي هي الطعم مش بيختلف، الطعم ثابت. يعني لو شفت النهارده بعد شهر بعد سنه هو نفس الطعم ما بيتغيرش. وبخصوص السويتس، عندنا براونيز، عندنا كوكيز، عندنا تيراميسو بول اب، عندنا هاني بودينج بول اب، بتتعمل بشكل يعني فانسي بيخلي الجست اللي موجود عندنا يحس باكسبيرينس مختلفه، ان ازاي الويتر بيرفع الكان فبتنزل عليها بشكل جميل. يعني عندنا اكتر من حاجه، عندنا شق كامل للبريكفاست، والحمد لله كل الايتمز اللي عندنا كبريكفاست توب سيلينج، الاسعار برضو كويسه جدا، الكواليتي احنا بنبص على سعر وكواليتي، بنبص على ان ما ينفعش ان انا اعمل سعر يبقى بيتارجت فئه معينه بس من الناس، لا، هو السعر بيتارجت كل الفئات. الاوبشنز اللي موجوده عندنا بتبدا مثلا من 10 درهم بتوصل ماكسيمم ل 35 درهم اللي هو الاصاي. ما شاء الله. طبعا انتم جايين اهتميتوا بالطعم وحاولتوا تثبتوا الطعم، اهتميتوا كمان بجماليه المكان، ما شاء الله الديكورات في المكان، تهذيب المكان، الاجواء في المكان رائعه جدا. صحيح. شباب، لو حابين ننتقل للمستقبل، شو خططكم المستقبليه وشو الرؤيه المستقبليه للكافيه؟ والله احنا قلنا ان احنا الفتره دي فتره ان احنا نثبت نفسنا عند الناس، والحمد لله من اول شهر احنا على طلبات توب تشويس من اول شهر، والحمد لله ان احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعرف ايه اللي عند الزبون، ايه اللي هو محتاجه مننا زياده، ايه اللي احنا محتاجين نحسن فيه، لان لو بطلت تسمع للزبون تفشل. لازم يكون عندك الأذن الكبيرة اللي تسمع للناس كلها وتتقبل النقد بأي طرقه، سواء كان نقد بناء أو نقد هداف، وتلعب على نفسك وتشتغل على نفسك لأنك تقدم أحسن حاجة. بنبص للكواليتي، فكرنا الفترة الجاية إن احنا نفتح أكتر من فرع لينا، في يعني مش عايزين نحرم الناس مننا، مش عايزين نحرم شباب عجمان، شباب دبي، شباب الشارقة، شباب أبو ظبي، رأس الخيمة. لازم كل الناس دي تبقى عندها الاكسبيرينس وتحضر الاكسبيرينس دي، واحنا هنروح لهم لحد عندهم ونحسسهم ونعيشهم الاكسبيرينس ان شاء الله. اتمنى ان رب توصل لجميع دول مجلس التعاون والخليج وكل العالميه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شباب، من خلال خبرتكم في دول الامارات وحاليا اصبحت واحد رواد الاعمال في دول الامارات، شو نصيحتكم لاي شاب او فتاه عندهم اهتمام او طموح انه يفتح بزنس من خاص الامارات؟ احنا المفروض ان احنا انا هقول نصيحه وعبد الله برضو يقول نصيحه للشباب. نصيحتي اللي بقولها لكل الناس، افتح المشروع، ما تخافش، ما تقلقش، ما يكونش عندك باريكيدز وهم، لا، افتح المشروع، لان انت هتفتح المشروع لو بصيت على الكواليتي
تمام. ما تبصش على انك انا عايز افتح المشروع عشان اكسب بس، لا، عايز افتح المشروع عشان اعمل امباكت للمكان اللي انا قاعد فيه. بفتح مشروعي بركز على الكواليتي، بكون على طول متواجد في المشروع على قد ما اقدر، وتكون عيني بتشوف الغلطات اللي بتحصل قبل الزبون، اوكي، وتوكل على الله، والدولة هنا بتقدم لك كل المساعدات عشان تنجح. الفكرة بس هي اللي تبقى ناقصة، الدولة مش هتفكر لك، صحابك مش هيفكروا لك، انت فكر واطلع بالفكرة، امن بيها، نفذها، وان شاء الله يعني هتبدع فيها. والله انا يعني نصيحتي لكل الشباب اللي هو لو عنده هدف، وحتى مثلا لو حصل اي عواقب او اي حاجة، يحاول برضو يظبط الموضوع كله، يساعد في نفسه اللي هو يكمله، حتى لو بعد مثلا 5-8 سنين 9 سنين يحاول فيه، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمه ويوفق في كل الاوقات بتاعته ان شاء الله. اخيرا شباب، بدنا نخبر جميع المشاهدين كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا معك. احنا عندنا رقم خاص بالمحل موجود على جوجل مابس، يقدروا يدخلوا على جوجل مابس. عندنا انستغرام بيج، اوكي، عندنا الويب سايت بتاعنا، وعندنا طلبات اب يقدروا ان هم يتواصلوا معنا على طلبات، وعندنا المكان موجود في ام القوين بجوار كارفور وماكدونالدز ام القوين على شارع الملك فيصل، اوكي، ويشرفونا في اي وقت. احنا شغالين من الساعه 7 لحد الساعه 11 بالليل. شكرا جزيلا شباب على البرنامج، بتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح يا رب. ربنا يخليك ان شاء الله، احنا ونكم ان شاء الله باذن الله. الى هنا اعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم اي بي سي الخليجيه وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.